انذر، اعرف ان انت صنعت طالبان جديدة وصنعت القاعدة جديدة في مصر. كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر، وانت اللي دمرت مصر. انت فعلت مجاهدين جداد واستشهاديين. اعرف لو كل واحد من دولة، لو كل عشرة، لو كل واحد من عشرة فجر نفسه في مجموعة فانت السبب. انت اللي عملت الارهاب وانت اللي ابتديت بيه. انا بنذرك رجع الامور لنصابها والا